ما تزال بعض القضايا الدولية التي تفضح حجم التورط الكبير في قضايا الفساد التي تخص ثروات العراق تكتشف يوماً بعد آخر وأمام محاكم مختلف دول العالم. ضمن هذا الموضوع حكم في أستراليا على بول بوند بالسجن 3 سنوات ونصف السنة بتهمة التآمر مع آخرين لرشوة مسؤولين عراقيين لتأمين عقود نفط مربحة في العراق عام 2003، وذلك بعدما أدين في وقت سابق أدن بوند مدير مبيعات سابق في شركة SBM Offshore بتهمتي التآمر لتقديم مدفوعات فاسدة بعد إعادة فتح قضيته في محكمة ساوثوارك كراون. هذه هي الإدانة الرابعة التي حصل عليها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في تحقيقه واسع النطاق، والذي كشف عن دفع رشاوى تزيد قيمتها على 17 مليون دولار لتأمين عقود بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح شركة أونا أويل وعملائها. في عام 2007 وضعت وزارة النفط العراقية خطة رئيسية لإعادة بناء البنية التحتية النفطية في العراق والتي دمرت بعد سنوات من الصراع، وكلفت الحكومة شركة نفط الجنوب المملوكة للدولة بتكليف بناء خطوط أنابيب نفط جديدة وتركيب عوامات إرساء بحرية واحدة في الخليج. جنبا إلى جنب مع موظفي أونا أويل قام بول بوند بتحويل مبلغ 900,000 دولار كرشاوى لمسؤولين حكوميين عراقيين في شركة نفط الجنوب ووزارة النفط، إذ اشترت هذه الشركة بالمال إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة، ما سمح لبوند وآخرين بتحريف المناقصة لصالح شركة SBM التي فازت بعقد قيمته 55 مليون دولار. وتأتي إدانة بوند في أعقاب إدانة ستيفن وايتلي وزياد عقل مديري إقليم أونا أويل السابقين، اللذين أدينا العام الماضي بالتآمر لرشوة مسؤولين حكوميين عراقيين لتأمين عقود نفط كبيرة. وفي تموز عام 2019 أقر باسل الجراح الشريك السابق لشركة أونا أويل في العراق بأنه مذنب في 5 تهم بالتآمر لتقديم مدفوعات فاسدة، وطلب لاحقاً أخذ عدد من الجرائم الإضافية في الاعتبار، وحكم على زياد عقل بالسجن 5 سنوات وعلى ستيفن وايتلي بالسجن 3 سنوات، وحكم على باسل الجراح بالسجن 3 سنوات و4 أشهر.